احتجت عن اختي بامر من امي، ولم يكن لي الاستطاعه في الحج عن ابي الذي توفي ولم نحج، وارادت الام ان احج عن اختي، فهل في ذلك من حرج علما بان الاخت متوفيه ايضا؟ لا بأس بذلك، أنت مخير، إن شئت تحج عن أختك لأن أمك أمرتك بذلك، أو أن تحج عن أبيك، أنت مخير في هذا لأنك متبرع ومحسن، ولا يلزمك أن تحج عن أبيك أولا، لا يلزمك هذا، فإن شئت تحج عن أبيك أولا، وإن شئت تحج عن أختك، وما دامت أمك قد أوصتك بأن تحج عن أختك فطاعة الوالد واجبة. نعم.